الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب.